الحرب ليست في فلسطين فقط، إنما الجهاد هنا لا يقل عن الجهاد هناك. لذلك فأنا أطالب باعتبار الكوكاكولا شرابا محرما، وبطابع بريد عليه صورة الأقصى، وبقرش صاغ واحد يشتريه المصريون من أجل فلسطين. ولكن يا مولانا، نريد أيضا الذهاب والقتال، نحن نحس بدايات الهزيمة. سوف أدرس طلباتكم. ومن يرضى بذلك؟ لا بد من التطوع. سوف تذهبون، ولكنني أريد أن أقول إن اليهود هناك واليهود هنا، اليهود هناك واليهود هنا، لهم مصالح ومحال وأماكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.